صباحكم الزملاء والمشاهدين الكرام مستمعي راديو شمس فام في عدد جديد من حصتكم اليومية قهوة وجورنال اللي راح نطرقوا من خلالها إلى أهم ما جاءت به الصحافة الوطنية لنهار اليوم الخميس، بالإضافة إلى باقي فقرات البرنامج وضيف الحصة كالعادة. نبدأ بمعرض الصحافة وبجريدة النهار لفتح صفحتها الأولى بهذا الخبر المحزن الذي ألم بالجزائريين وبالأسرة الفنية أمس في فقدان أحد أعمدة الأغنية الراويوية النظيفة عز الدين الشلفي. قالت النهار عز الدين الشلفي يرحل والحجرة مازال كاينة. توفي الفنان الجزائري المعروف بالشاب عز الدين الشلفي مساء أمس الأربعاء بمستشفى الأختان باج بالشلف إثر جلطة دماغية. بالعلم أن الفنان صاحب 44 عام عز الدين الشلفي المعروف بفنان الزواولة معروف وسط الجزائريين عامة والشلفيين خاصة بأغانيه السياسية الناقدة للواقع المعيشي. معروف الشاب عز الدين أغانيه التي ينتقد فيها السلطات المحلية والمسؤولين المحليين والحجرة على المستوى كل الولايات، وكذا معروف بوقوفه مع البسطاء. عاش كما يقال أنه زوالي ومات زوالي. رحم الله الفنان نظيف عز الدين الشلفي ورزق أهله الصبر والسلوان. لهم بالمرصاد ليواصل المسؤول الأول عن جهاز العدالة كشف التجاوزات ووضع حد لها. تصريحات جد مهمة وتصريحات جد محفزة من أجل وضع حد لتعنت بعض المسؤولين وأبنائهم وعائلاتهم. سنناقشها اليوم في فقرة ضيف مع زميلنا الصحفي سمير بطاش. سنناقش تصريحات وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح. إلى جريدة الخبر، قالت نقص فادح في الأطباء الأخصائيين بالولايات الداخلية. انكشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات والسكان من سنشلا أن الولايات الداخلية تعاني من النقص الفادح في الأطباء الأخصائيين الذين سيتم إدراجهم فيها تدريجيا، بما فيها ولاية خجلة التي تعاني من النقص الفادح في هؤلاء الأطباء، مما جعل المرضى يموتون في الصمت، خاصة العاجزين عن العلاج خارج الولاية وخارج الوطن. وقت الجزائر قالت الجيش لن يتدخل في الرئاسيات، وتعادت المؤسسة العسكرية مرة أخرى بتزامن الحياد في الموعد الانتخابي المرتقب أفريل المقدم أو القادم مجددا، أو الالتزام بمهامها الدستورية وعدم الحياد عنه والاكتفاء بتأمين المواعيد الوطنية وإنجاح العرس الديمقراطي.
50 بالمئة. المشوار السياسي، قالت مقتل جزائرية في باريس، وانتم إحصاء الجزائرية رادية بن عزيز صاحبة الأربعين سنة ضمن ضحايا الحريق الإجرامي الذي نشب ليلة الاثنين إلى الثلاثاء في الدائرة 16 بباريس حسب ما علم أمس لدى أقاربها، وقد خلف الحريق ما لا يقل عن 10 قتلى و32 جرح من بينهم 6 رجال إطفاء حسب حصيلة مؤقتة. إلى لسوار دالجيري، قالت وزارة العمل ترفض اعتماد كونفدرالية نقابة مستقلة، وإن رفضت وزارة العمل والضمان الاجتماعي منع اعتماد كونفدرالية النقابات المستقلة بحجة عدم انتمائهم للقطاع أو لقطاع واحد بحسب ما ينص عليه قانون العمل 9014، وإن أكدت النقابات المستقلة أنها ستعيد رفع طلبها لوزارة العمل من جديد المتعلق بمن يمنع بمنحكم الاعتماد ككونفدرالية النقابات المستقلة. الإكسبريسيون قالت حادثة سيدي يوسف بطولات امتزجت فيها دماء شعبين أراد الحياة، ويتذكر الكثير من مواطني الحدود الجزائرية التونسية وبالضبط بمنطقة ساقية سيدي يوسف وبمرارة وحصرة كبيرين الأحداث الدامية التي عاشتها المنطقة، وتحل ذكراها كل سنة لتبقى المنطقة شاهدة تروي جيلا بعد جيل بطولات امتزجت فيها دماء شعبين خرج منتصرين في حرب كانت فيها الكلمة الأخيرة لصوت الحق. مشاهدينا الكرام.